السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميرة. اليوم غدا نحضروا بسطيلة دجاج بمذاق الحوت، كنتمنى تجربوها وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. على بركة الله ندوزوا المقادير. عندنا 500 غرام ديال صدر ديال الدجاج مقطعينه مربعات، ربيع مقطع، الصوجة ربع كاس، معلقة كبيرة ديال الهريسة، نص حامضة معصرة، إلا كان الحامض عندكم الحامض مصير ديروه. عندنا نص كاس ديال الزيت، شامبينيو، بصلة مشلضة، معلقة صغيرة ديال عطرية الحوت، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، نص معلقة ديال الكمون، معلقة كبيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال البزار، الملح. عندنا الفيرميسيل، أنا خليت الماء حتى غلى مزيان وضعتها فيه، ومن بعد صفيتها وقطعتها بالمقص. وعندنا ورقه البسطيله. دابا غادي ندوزو نحضروا الحشوه ديالنا. جربوا البوطه ترخويو الزيت، نوضعوا البصله نخليوها تشحر شويه، بعد ما تشحرت لينا البصله غادي نزيدو الصدر ديال الدجاج، نقصو شويه على البوطه، خلينا طياب الصدر ديال الدجاج. دابا نزيدو الملح، البزار، التحميره، نزيدو سكينجبير، كمون، العطرية ديال الحوت، وغادي نحركو كل نزيدو الهريسة، نحركو الكل مزيان، نزيدو حامض، غادي نزيدو الشامبينيو، بعد ما تشحرت لينا مزيان هاد الحشوة غادي نزيدو الفيرميسيل، وغادي نزيدو الربيع، وغادي نحرك كل شيء غير بشويه، دابا غادي نوريكم كيفاش قطعت ورقه البسطيله. انا شديتها تمتها على جوج بحال هكا وقطعتها من الوسط، ودابا تنيتها بحال غادي نتنيها بحال هكا على جوج، وغادي نقطعوها من الوسط بحال هكا. كيولي لينا مثلثات على هاد الشكل ديالها، نص بحال هكا حتن، وغادي نديرو لها بحال هكا نجمعوها، كنجمعها غير لا زيت بلا والو، لا زبده، ملي كندخلوها الفران كتجمع بحال هكا. نجيبو وحده اخرى، وغادا نوضعو الحشوه الوسط، وغادا نبداو نيو فيها بحال هكا، وغادا نجيبو الورقة ديالنا
وغدا نبداو نتنيو فيها. شكلوها بسيطلات صغار ونبقاو مستمرين حتى الكمل. بعد ما كملنا البسطيلات ديالنا دابا غادا ندخلوهم الفران درجة حرارة 200 درجة المدة 40 دقيقة ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال ميني بسطيله ديالنا. كنتمنى تجربوها وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد.